خلينا نطمنكم على حاله الجو خلال الساعات القادمه. كمان النهارده هيكون الطقس مائل للبروده على القاهره الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشماليه الشرقيه ووسط سيناء. درجه الحراره في القاهره النهارده 17 درجه، واقل درجه حراره هتكون في كاترين 7 درجات، واعلى درجه حراره هتكون في شلاتين 22 درجه. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شويه في نشره الجويه، لكن خليني ارجع مره لهدير ومحمد واقول لكم الحمد لله انا جايه لكم النهارده بطقس شتوي دافئ يعني وشك حلو على الدنيا كلها دي شويه. الحمد لله، الله يسلمك يا شادي. شكرا لكم.